ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وضيفت النهارده وضيفت حضراتكم كمان، واللي منوره الاستوديو معانا النهارده الاستاذه ميرنا اياب، نجمه القناه الاولى وشاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، مقدمه النشره الاخباريه. انا عايز بمقدمه النشره الاخباريه تقولي لي ازاي فوائد سلطه الخس بالذات في السفره. الخس في الفطار؟ في الفطار، ما السلطه دي فطار غدا عشاء، دي مطلوبه. احنا عايزين نعرف فوائدها. اوكي، الخس من الحاجات اللي فيها ميه كتير طبعا، فبيرطب. فمهم حتى في السحور، او ممكن خيار بداله. حلو، ويساعد على الهضم. بيساعد على الهضم طبعا. حل. وفي الياف كتير. فلا مهم، الخضار عامه مهم. هو انا مش باكله عشان مامتي اكيد هتقول انه انت ازاي بتقولي كده. ايوه. انا مش بحب الخضار خالص، بس يعني هو مهم طبعا. السلطه بص انا بسميها دايما عروسه السفره. اوكي، دي موجود لازم تكون على السفره. بما ان بقى ميرنا بتحب المطبخ، تحب تتسحر ايه دايما؟ خرجت بره واتسحرت او في البيت، ايه اكل؟ باكل فول بالليمون المعصفر وبيض بالسجق. ايه حكايه الفول بالليمون المعصفر ده؟ انت ازاي بتعرف الشيف ده؟ ما جربتوش بصراحه. يعني هو الليمون المعصفر يتجاب يتحط على الفول بعد ما يترس؟ اعتقد بيعملوه كده. انا بصراحه مش عايزه افتي يعني، بس اعتقد بيعملوه. طيب نجرب. احط على الخس الجبن. برافو عليك، التقطيعه دي حلوه قوي. لا نحط عليها جبنه بارميزان. احنا استبدلنا البارميزان بالجبنه الرومي المبشوره. تمام. نصيحه لكل ام بتتابعنا، لكل الساده المشاهدين، الجبنه البارميزان دي سعرها غالي شويه، بتستخدم في بعض الاطباق الطلياني زي المكرونه، زي السلطات او الباستا. بديل ليها الجبنه الرومي اللي هي ما فيهاش ملح، تغنيك عن الجبنه البارميزان المبشوره. بتلاقي البرطمان قد كده مبلغ وقدره. هو في جبنه رومي ما فيهاش ملح؟ في جبنه رومي تشتريها من عند الراجل بتاع الباترينا بتاع الجبن، قولوا له بس انا عايزه جبنه رومي ملح قليل. اوكي، دي بتبقى ملهاش علاقه هي قديمه ولا جديده ولا ما هي القديمه المبطرخه بيبقى ملحها زياده شويه. تحبي بقى الصوص بتاع السلطه دي نعمله ايه؟ انت حابه ايه لو انت بتعملها في البيت؟ ممكن نحط عليه ليمون. حلو. هتفضلي. وزيت زيتون. ادي الليمون. اوكي، انت في المطبخ عندك دلوقتي بتتبلي السلطه. اوكي، ادي عصير الليمون. معلش. حاضر، وادي زيت الزيتون. وعلى ذوقك هتبلي لنا السلطه. احط من غير معيار يعني؟ احط من الازاز على طول؟ As you like. انت في المطبخ. طيب اتفضلي. اصل انا عامه مش بمشي خالص بمقادير خالص، خلاها بالبركه. مش بعرف. اتفضل. بس عارفه انه مثلا لما اجي اعمل حاجه حلوه يعني اقيس بنفس الكوبايه، نفس حجم الكوبايه. برافو عليك، دي من الحاجات الحلوه. نفس الكوبايه اللي عايرتي بيها المقدار الاول تعايري بيه على طول. نحط كده كفايه اعتقد. زيت الزيتون دايما لما بيكون كتير في السلطه بيبقى لطيف وحلو مع الليمون بالذات. ممكن تحطي برشه فلفل اسود حلوه. ايه رايك؟ انا بحمر الفراخ دلوقتي. هحط عليه ليمون. هحط عليه قصدي حاجه تانية؟ يعني لا بس دي كفايه قوي، الليمون وزيت الزيتون. اوكي، احطه على طول عشان كمان تسلم ايدك. دايما الخضروات الورقيه يا ميرنا زي الجرجير، خس، كرنب، تتبل السلطه قبل الاذان مباشره يفضل. يعني ايوه انا بعمل. عارفه ليه؟ عشان ما تتبلش تقريبا. برافو عليك، لا انت طباخه شاطره. حلو قوي، عشان دايما الخضروات الورقيه لما بتشم الليمون والخل او الزيت بتتبل على طول وبتتكمش. ما بحبش احطها في الثلاجه برضه. مثلا فتوش، تبوله، الحاجات دي كلها. لا تسلم ايدك. ميرسي. تسلم ايدك ست الكل. السفره بتجنن. هعمل حاجه تاني ولا خلاص؟ خلاص زي الفل، ممكن تتفضلي تقعدي زي ما تحبي. انا بس الفراخ اطلعها من النار. والسؤال الاخير دايما بنساله لكل ضيوفنا، رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل.